أقول دون مغالاة، برغم كل ما استمعنا إليه وتابعناه، أن ما جرى من إنجاز خلال ما يقرب من 4 سنوات لا يمكن تلخيصه واختزاله في 3 أيام. إنما الغرض كان تقديم لمحات من نتاج عمل شاق وجهد مضني وإرادة صلبة لأبناء هذا الشعب العظيم. السيدات والسادة، الحضور الكريم، الحق والحق أقول إن البطل الحقيقي لمعركة الحفاظ على الدولة المصرية والدفاع عنها وعن مقدراتها وإعادة بنائها وتنميتها إنما هم المصريون.